ست ام كلثوم الله يرحمها اسطورة الغناء العربي. وست ام كلثوم الحقيقة فرقتها مش اي فرقة، يعني برضو عشان تبقى فاهم انه هؤلاء الموسيقيين اللي كنا نشوفهم في الحفلات، على الاقل جيل احنا ما عصرناش ست ام كلثوم يعني، فلما بنيجي نتفرج الناس اللي قاعده ورا ست ام كلثوم كل واحد على آلته لم يكن عازفا عاديا خالص، ده كلهم يستحق كل واحد فيهم لقب موسيقار بامتياز، لانهم كانوا عازفين ومرتجلين وملحنين بالمناسبة ومعدلين أحيانا، وكل منهم يدلي بدلوه حتى على اللحن الأصلي حتى لو ما كانش بإيده، ويقعد يتكلم مع الملحن وممكن نعمل كذا، ويتكلموا مع ست أم كلثوم ونعمل كذا، بل إنه كنت تلاحظ في بعض الحفلات إنه يحصل ارتجال، ارتجال من الناي، ارتجال من الأكورديون، ارتجال من الفيولينا أو الكمانجا، إلخ إلخ إلخ. واحنا هنا بنتكلم على اختيار موسيقيين بمنتهى العناية، تقدر تقول كده بالبلدي على الفرازة، دول مش أي حد. وعشان كده ظل هؤلاء الموسيقيين والعازفين الذين يستحق كل منهم لقب موسيقار بامتياز عالقين في الأذهان. ده حقيقي يعني. الناس دي حاجة تانية خالص. احنا وانا بتكلم في الكلام ده بكلمك على 49 سنة عدوا على رحيل الست ام كلثوم، وبنتكلم على اخر العازفين الجبابرة العباقرة في فرقة الست ام كلثوم الاستاذ فاروق سلامة. حضراتكم شايفين صورته قدامكم وعازف الاكورديون العظيم والملحن الشهير بالمناسبة ايضا في فرقة الست ام كلثوم. صور أم كلثوم، يا خبر يا خبر. وأنا أعتقد أنه لا أحد في العالم من المغنيات أو المغنيين كان له هذه القدرة أو هذه المكانة لدى طبقة الحكم في بلده على الإطلاق، بل أنا عايز أقول لك أن ست أم كلثوم لديها هذه المكانة لدى طبقة الحكم في المنطقة بالكامل. أستاذ فاروق سلامة الموسيقار والملحن الكبير، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد ربنا لله. يدي حضرتك الصحه، واحنا سعدة بسماع الصوت. الله يخليك، الحمد لله. استاذ فاروق، واحنا بنتكلم على 49 سنه عدوا على رحيل الست، تقول أيوة. ايه؟ اقول ان ما جاش زي ام كلثوم لحد دلوقتي، ما شفتش صوت زي ام كلثوم ولا ارتجال زي ام كلثوم ولا اي حاجه خالص. بدات مع ام كلثوم امتى يا استاذ فاروق؟ بدات بليغ حمدي قدمني لام كلثوم، وكنت اول واحد يعمل ربع توم في الاكورديون. الله. بوقت كذا اكورديون لحد ما البحر في اسكندريه بتشغل مع ام مطلب كوكو، ولقيت البحر عمل لي ربع تون في اصوات انا مش عاوزها، فرحت اللي صلح لي الاكورديون قلت له اعمل لي الاصوات اللي انا بستعملها. ام كلثوم قالت لبليغ حمدي باول اغنيه قدمت فيها، قالت له مش عاوزه اكورديون غربي يخلي الفرقه غربيه، عاوزه اكورديون شرقي. قال لها ده اكورديون شرقي اسمعي. قالت لي وانا بجيب الاكورديون بقى، هات الاكورديون سمعنا لحسن بليغ حمدي الف دماغنا. الف دماغنا فيك. والحقيقه لما سمعتها تقسيم صبا وبياتي ورد وحاجات ربع فيها الربع تون استغربت، ما اول مره تسمع الربع تون الاكورديون. ايوه. فاستغربت، قالت له خلاص خلاص يا بليغ احنا موافقين عليه، بس تعمل له حاجه في المقدمه والكوبلين الثاني،
لا الجملة دي تنفع لكل يوم. الإمام ده أحمد غزناوي قال مرة كل يوم ومرة كمان جا. قال له خلاص زي ما قلت أنت، مرة كل يوم ومرة كمان جا. الجملة الثانية إنما الدخول الأولاني لازم تعمل له غريب صوله يليق بيه. رحت البريك حمدي قعد بريك بقى لأني شرقي بلدي قوي يعني بقولت وبورقت وبلدي بريخ فنان كبير مستني بيعمل شرقي، بيعمل شرقي زي اللي عمل ام كلثوم الاغاني. فاستنت معه الموسيقى بعد اسبوع هو بقى ما يجي يشتغل محمد علي يشوفني ويسمعني وكده، يبقى الافراح يحضر افراح يسمع المصريين. وبعدين قلت له ام كلثوم قالت لك في المقدمه فكرت فيها؟ قال لي انا لسه بفكر. قلت له انا فكرت، قلت له انا فكرت ولسه ما اتعلمتش التاليف ولا التلحين. فعملت الجمله وهو عمل، عملت نصها وعمل نص الثاني. عملت دي، قال لي حلو قوي وراح مكملها هو. راح مكملها هو، عارف ان انا لسه بادئ في التلحين ولسه وحضرت البروفات اسمع بس عرفت ايه اللي مطلوب من كل. ايوه حلو قوي. ايوه طب استاذ فاروق، انا يعني انا اتولدت من 49 سنه وزي كل جيلي يمكن ما كناش بنقدر نفهم ام كلثوم قوي او طريقه الغنى، لكن لما كبرت بقى انا في السن لقيت انه انا بستمتع استمتاع مذهل بام كلثوم، وبدات اتساءل. خليني الاول اشكر استاذ فاروق لانه الخط قطع، وانا الحقيقه سعيد سعاده لا توصف بسماع صوت موسيقارنا الاستاذ فاروق سلام، وبتمنى لك من قلبي ربنا يدي لك الصحه وطول العمر. وانا يكفيني انه اديت لنا هذه المساحه من الوقت وتحكي لنا من قلبك بالطريقه دي يا استاذ فاروق. وارجع اقول هو في زي مصر عندها زي الاستاذ فاروق سلامه؟ مفيش، ده احنا حاجه تانيه.